دقية هذه الكرة دقية والهدف الأول عن طريق سفير تايدر والهدف الأول عن طريق سفير تايدر بعد لعبة جماعية ممتازة بين عناصر المنتخب الوطني. سفير تايدر على مرتين يفتتح باب التسجيل. قلت أن المنتخب الوطني في إمكانه افتتاح باب التسجيل في أي وقت. نتمنى أن يكون الهدف المسجل في هذه اللحظة فاتحة لأهداف أخرى، لأن المنتخب الوطني قادر على إضافة هدف وهدف. إذا رقم اثنين اللي هو توا جيزيمانا فابريس من مواليد 89 يلعب أيضا بالبطولة المحلية. وقته هدف المنتخب قبل هذه المباراة يملك أيضا أريحية كبيرة بفارق الأهداف بعد ما سجل هجوم 11 هدف وتلقى 4 أهداف.